اما هلا رشا رح نروح لاولى محطاتنا الصباحيه لليوم ورح نحكي فيها عن التطوير الذاتي، اهميه التطوير الذاتي سواء بحياتنا الشخصيه والمهنيه، وكثير من التفاصيل يلي ممكن تفرق معنا بالحياه اذا اشتغلنا على تطوير انفسنا، لكن شو هي الادوات والسبل للوصول لتطويرنا الذاتي، وكثير من الاسئله رح يجاوبنا عليها الاستاذ محمد لبابيدي خبير في التنميه البشريه. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباحك سلمى، اهلا وسهلا ومرحبا. صباح الخير استاذ محمد واهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن موضوع جدا مهم وخاصه ضمن الوقت اللي عم نعيشه، دائما نحن في عجله من السرعه، من التطور، من التكنولوجيا، من قله فرص العمل. هذا الشيء بيدفعنا للروح لتطوير الذات، تطوير المهارات. بدايه خلينا نعرف شو يعني نحن كيف نطور ذاتنا. يعني تطوير الذات هو انه ما يكرر الانسان نفسه. نعم، الانسان بحاجه دائما للتجديد. هلا اي انسان بيعيش بنفس الاليات وبنفس الادوات مثلا اشهر سنين، معناته هذا شبه انتهى والحياه عم تتقدم. صح. هلا اما ان يكون التغيير ارادي، واما ان يكون تغيير يعني مثل ما نقول غصبا عن الانسان. نعم. لانه الحياه ما بتقبل الانسان يهتم بموقعه، الحياه ماشيه. يعني انا بشبه الحياه مثل القطار، وكلياتنا يعني متمسكين بهذا القطار، فإذا ما سرعنا على سرعات القطار بجوز نتمزق، بجوز ننتهى. لذلك بتشوف كتير أناس كانوا بالقمة بعدين صاروا تحت، لأنه ما تطوروا، ما أضافوا شيء. شركات كبرى حققت مثلا قفزة نوعية وبعدين انهارت، تجارات أسماء كبيرة. لذلك موضوع التطوير ما هو موضوع خياري، هو اختياري، هو موضوع أنا بسميه ضروري وإجباري. الإنسان دائما يطور من مهاراته عن طريق طبعا زيادة وتعميق ما لديه، إضافة إلى اكتساب مهارات جديدة تتولد من خلال تطور مسيرة الحياة. طيب نعم. خلينا نتعرف أكثر من حضرتك. اليوم عم نحكي عن مهارات لتطوير الذات، شو هي المهارات اللي ممكن تساعد الشخص أنه يطور ذاته؟ أي إنسان بمجال معين، بمهنة معينة، بحالة معينة، هو مو عايش لحاله، في ناس في مجتمع ضمن هذا المجال عم يقدموا أشياء جديدة، عم يقدموا أفكار جديدة، أنا لازم أكون مطلع عليهم، لازم أعرف هذه التطورات وضيف عليها من ذاتي. يعني أنا بأخذ مثلا الأشياء أنا بمهنتي يلي مثلا استحدثها الآخرون وبعدين أنا بضيف من عندي كمان حتى نكمل بعضنا البعض. نعم. يعني المهم أنك أنت تشوف ليش الناس بتضايق، شو الشيء اللي أنت عندك ما عند غيرك. ممكن يقول لك الإنسان يا أخي طيب فيها صعوبات، طبعا فيها صعوبات، ما هي لذة الحياة بصعوباتها، أي شيء سهل ما له بصراحة قيمة. يعني أنه والله أنا باركولي شربت كاسة مي، هلا هو إذا كان واحد مريض استسهال بالقصة الحمد لله ما بيعطي يعني. بس بشكل طبيعي والله هذا عمل سهل، يعني على شو بدنا نبارك لك. لكن كل ما زادت الصعوبات كل ما زاد ألق النجاح. لذلك أنا بقول لذة الحياة في معاناتها، لكن المعاناة الإيجابية لتحصيل هدف. لذلك أنا دائما بدي حاول أني جدد من أفكاري، جدد من عاداتي، ما أكون مثلا على الحصيرة لا طويلة ولا قصيرة، لأنه ممكن بأفوت بأمراض اكتئاب. يعني بالحياة يا بتشتغل أنت بالحياة يا الحياة بتشتغل فيك. ها يعني أنا بقول دائما الأمراض النفسية والكذا لمين تجي بصراحة؟ للي ما عنده تجديد، يلي حاصر حاله بأفكار معينة. في ناس الآن موجودة جسدا بعام 2024 لكن هي أفكارا من عام 1900 وشوي. عرفت علي كيف؟ لذلك نحن موضوع التطوير هو موضوع ضرورة لا رفاهية. طيب استاذ محمد، وقت عم نحكي عن التطوير وعن الذات، اليوم عم نحكي على الصعيد الشخصي، وذكرت حضرتك انه الاشخاص اللي ما عندهم هذا التطوير ممكن الحياه تشتغل فيهم ويروحوا بدوامه الاكتئاب. اليوم التطوير الذات واكتساب مهارات بحياتنا، شو بيعطيني انا كانسان بعملي بحياتي ومجتمعيا كمان؟ قيمه. يعني دائما الانسان اللي عم يتطور ويواكب الاحداث بياخذ قيمه. الناس ليش يعني ليش الناس بدها تهتم فيك؟ من القيمة اللي عندك إياها، من القيمة المضافة اللي أنت عم تقدمها. نعم. يعني اليوم الصعوبات الحياة هي ضرورية، لكن للأسف ممكن تأثر على الناس تخليهم عبرة.
وممكن الناس تستفيد منها تصير قدوة. يعني اليوم الأزمات، المشاكل الاجتماعية، الضغوط الاقتصادية، الضغوط الاجتماعية ما هي سيئة بالمطلق، لأنه أكيد. بصراحة لولا هذه بيكون الإنسان يعني راكد مثل المياه الراكدة، والمياه الراكدة آثنة. يعني مثلا إذا واحد ما دفشتيه ما عملتيه له بتم بمكانه. بس مو كل الأشخاص عندهم قدرة تجاوب مع الظروف، مع التجارب اللي بيمروا فيها ليطلعوا بخبرة معينة تساعدهم. في البعض بتصير هي خليني أقول الظروف اللي بيمروا فيها بتصير معيقة لهم بحياتهم، بتوقفهم بدل ما يتطوروا يتعلموا كيف يتغلبوا عليها، بالعكس بيرجعوا خطوة لورا. لهيك لهدول الأشخاص بالذات خلينا نتوجه اليوم ونقول شو هي الخطوات اللي ممكن تساعدهم يفهموا الشيء الإيجابي بكل مشكلة ممكن يمروا فيها. طبعا أهم شيء عندما تحدث أزمة أو مشكلة أنت لا تكون جزء منها، أنت اطلع منها وشوفها من برا، لأنه بدك تشوف الصورة كاملة. فأنا ممكن تصير مشكلة حتى تفتح لي باب جديد، حتى تفتح لي أفق جديد، حتى بصراحة انتبه لحالي. يعني مثلا والله يعني مرة مثلا المرحوم صباح فخري عم يحكي لي انه هو كان عنده هواية الغناء، يعني بس مو هو مو دارسة يعني، فهيك قال له طفل وعم يغني وكذا، قام غنى، قام قال له واحد قال له اعطينا نغمة كذا، قام مسكين عرق وتعب وكذا وكذا. قال لي من وقتها من بعد هي الطلعة وأنا غرقان بالموسيقى وتعلمت المقامات وما خليت شيء لحتى أتعلمه بعد هالزنقة اللي أنا انزنقتها. فأحيانا بصراحة الإنسان حتى يتفاعل، حتى يعمل، حتى يكتسب مهارات بده نكشة. هالنكشة قد تكون أزمة، قد تكون مشكلة، قد تكون أحراج، ممكن تكون ضعف. أما بصراحة يعني وضع الروتين، وضع مربع، هذا بنسميه نحن مربع الأمان، إنه الإنسان أخي عايش بمربع الأمان. هلا يلي عايش بمربع الأمان ما بيسعى للتطوير، أما وقت بيتهدد بالخروج من هذا المربع وبيفتح آفاق بده يكون شو متطور. لأنه بصراحة يعني التطوير الذات واكتساب المهارات والتعلم ما هو شغلة سهلة. تمام. فإذا كنت أنا مرتاح وما وراي شيء ما بساويه، ولو نويت يعني بتلاقي أنا في عندي مثلا طلاب بالمعهد بيلك بياخذوا هيك جرعة دراسة كذا، والله يا أستاذ رجعنا طالعنا الكتب كلها حطيناها على الطاولة بس بعد نص ساعة رجعت لقيت حالي نايم. يعني دفعة هي، أما بده يكون في هدف، بده يكون في إصرار، بده يكون في إرادة على تحقيق الأشياء والاستمرار. فأول مراحل التطوير إنك تتعلم، الثاني إنك تعمل بما تعلمت، الثالث إنك تعلم ما تعلمت. حلو. فما بيكفي والله نكون مثلا عنا سلمى مع كل أفقها وجمالها، لكن بدنا نكون شو كمان مدرسة لسلمى ورشا إنه يعلمها المذيعات، وهكذا تصير مدارس إني أنا عم علم المهارة اللي اكتسبتها. وإلا المهارة اللي اكتسبتها إذا ما علمتها لن تكون مستمرة. بدك مني يتقبل، مو كل الناس اليوم تتقبل تاخد الخبرة من حدا بنفس مكان بنفس الوقت. شوفي لك هلا هي كمان مشكلة عند بعض مشكلة الأشخاص. أنا يا سلمى الإنسان الحكيم الأشخاص. الإنسان الحكيم هو اللي بياخد الجميل من الصغير والكبير واللي مثل حكايته. صحيح. اوعى تتكبر، اوعى، بجوز تاخد حكمة من طفل، بجوز تتعلم شغله. في ناس بيومين صار عندهم القاب تماما. يعني سيد درويش قالوا له منين انت يعني صرت هالموسيقار، كله عمره 32 سنه وقت مات، من اعظم موسيقار. قال له انا كنت اخذ الالحان من بياع التمر هندي وبياع العرقسوس وبياع الحليب، اخذ الشقفه و يعني مثلا بليغ حمدي قال له انا كنت اتعلم من الناس الشعبيين. راح على عرس، ام راح على عزا عم يعزي، فسمع صريخ يا حوينتو الله يرحمه شتتنا، أم راح لحن ومنين نجيب الصبر يا أهل الله يداوينا، بنفس اللحن طالع لحن طور بهذا الأسلوب. فالإنسان الحكيم بياخد من أي شيء حكمة بتفيده بالطور. طبعا هدول ذكرتهم أستاذ محمد هنون من أساسيات تطوير الذات، ونحن الاستفادة من أي تفصيل صغير. الحياة تجربة بالنهاية، أو هي مدرسة مفروض نحن نتعلم منها، بالإضافة للدخول بموضوع التنمية البشرية. اليوم نحن داخل عملنا بحاجة دائما لتطوير الذات. هل اليوم تشبه أسلوب العمل الأساليب الحياة العادية، أو أنا لازم يكون عندي منهج خاص ضمن عملي لطور ذاتي؟ هلأ شوفي، الإنسان حتى يكون عنده منهج خاص له لازم يكون آخذ مناهج كثيرة. يعني أنا بدي أكيد آخذ منهج الأولين
الأوائل، أخذ معلوماتهم، أخذ دراساتهم. هلأ وتكون أنا بصراحة شربت من عدة مناهل بيطلع مني مشرب جديد، فبصير أنا مثل ما تقولي مؤسس طريقة، مؤسس آلية لعملي. نعم. فبصير كون أنا مثلاً عم بتعلم بصير معلم. لاحظتي كيف؟ أما أنا بصراحة يعني من الأول ما بلش أنا مثلاً بدي صير من عندي ممكن إني أقع، لاحظتي؟ لأنه أنت ما عندك أرضية ثابتة. أما أنا وتكون أخذ من اللي قبل مني بهذا المجال وأخذ منهم علومهم وأخذ منهم معارفهم وأخذ منهم تجاربهم وأخذ كذا، بيكون أنا عندي قاعدة ابني عليها الشخصية الذاتية. فأول شيء أنا بيتعلم، ثاني شيء أنا ممكن أني ما أخذ تقليد، لأنه أنت إذا أبدعت بالتقليد مهما أبدعت بالتقليد بتم أنت مقلد، ولكن وبتكون أنت بشخصيتك تتميز. والناس دائما بتحب المتميز، لانه اذا بدي اقلد انا باخذ الاساسي. يعني كم مطرب قلد جورج وسوف؟ كلهم فشلوا. كلهم انا بسمع جورج وسوف، عرفت علي كيف؟ اما انسان تعلم من جورج وسوف واضاف مثلا فاسس شخصيه ذاته. اكيد. طيب نحن هلا بهذا العصر كل يوم عم ينزل شيء جديد، خصوصا بالمهن، عم تدخل التكنولوجيا بشكل كبير على كل انواع المهن بشكل عام. قد ايه مهم اليوم كمان نلاحق لغه العصر، نتعلم، نتدرب، ما نقول خلص انا درست هذا الشيء عم بشتغل فيه، ما في داعي ادخل بهذاك المجال، ما بيعنيني بشغلي. تمام. هلا ما في داعي، هي وجهه نظرك، اما وجهه نظر الناس بجوز تتركك بعدين نتيجه وجهه نظرك هي، فلا تتشبث بالخطا. انا لازم امشي واكب العصر. يعني مثلا الان عندنا احنا وسائل تكنولوجية، انا عندي بالمركز الاستشاري بعالج كثير حالات ادمان على الجوال. انه انا بالنسبة الي الجوال يعني نعمة عظيمة بصراحة، ممكن تخليك انت يعني نافذة. العلوم صارت كلها بجيبتك، كل العلوم والمعارف صارت بجيبتك. بس المشكلة احنا مو مشكلتنا مع الجوال ولا مشكلتنا مع التكنولوجيا، احنا مشكلتنا مع الاستخدام. دائما العقل بيهرب للاستخدام السخيف. يعني الشيء السهل اني انا اطلع، اني انا ساوي، اني انا اتفرج، اني انا كذا، اني انا كذا، لانه ما لي هدف، ما عندي استراتيجيه. اما وقت انت بتكون مثلا بمجال عمل معين، هذا الجوال او هذا وسائل التواصل الاجتماعي عم تعطيك اعلى درجات التقنيات الحديثه بهذا المجال. عم يعني اللي كنا نبحث عنه مثلا، تدور عنه عن كتب وتسال وجرائد وكذا، صار عندك الان. فاليوم ما عاد في عذر انه الانسان ما يتعلم، ما عاد في عذر انه الانسان ما يتطور. الشغله بايدك. هذا الجوال مثل السكين، يا بتقسم فيها تفاحه ثلاث قطع، قطعه لك وقطعه لرشا وقطعه لي مثلا، تمام، بتكبروها تبعي طبعا أنا، تمام، الذكر مش حظ الأنثي. يا أما صراحة بيقتل حاله الزلمة بالسكين. فالعيب مو بالسكين، العيب باستخدام هذه الأداة. طيب أستاذ محمد، اليوم الموضوع اللي عم نحكي عليه هو خلينا نقول تأسيس لحياة كل شخص فينا يعني. واليوم في ناس ما بكتير بستخدم الجوال مثل ما قلت بالشكل الأصح، أو ما بتعرف اليوم أنا على شو ممكن أدخل لأقدر أطور ذاتي. اليوم قدامهم الإنسان اللي عنده هذا الطموح يروح لكورسات التنمية البشرية يعرف شلون الأساسيات بتطوير الذات. هلأ التنمية البشرية أو مدرب التنمية البشرية دوره أنه بيحطك بالمكان المناسب. يعني مدرب التنمية البشرية بيعرف أنت شو إمكانياتك، شو خبراتك، وين ممكن أنت تنجح. نعم. فبيساعدك عليها. هلأ في ناس كتير مثلا حاطة حالة بمواقع خطأ، هي بصراحة ما لها أهل إلها، وعم تسعى وعم تسعى وما عم يطلع معها شيء. أنت يا أخي حاطت حالك بموقع خطأ، أنت مو هون موقعك. أنا بختار لك الموقع يلي بيناسبك، بيناسب قدراتك، بيناسب إمكانياتك. نعم. الآن بعد ما حطك أنا بهذا الموقع بشتغل على تطوير مهاراتك، بعطيك الآليات وبعطيك الحافز. اليوم أهم شيء للإنسان ينجز هو الدافع. يعني مثلا اللي والله واحد أنا بدي أدرس، بتقول له ليش؟ أنا بدي أشتغل، ليش؟ هذا الدافع هو اللي بيخليك تستمر ولا بيخليك تنهار. فإذا أنا بصراحة جتني جرعة هيك، والله حبيت هلأ أتعلم لغة إنجليزية، شفت والله رشان تحكي لها كم كلمة إنجليزية عجبني، راح بيتعلم إنجليزي، احتقلت تمام يوم اثنين، بعدين بقى خلصنا، لأنه خلصت الجرعة. ليش؟ لأنه ما في هدف أساسي. ما في هدف. أما مثلا تقول له والله جيتك سفرة مثلا على
ألمانيا وراتب كذا مع إقامة مع كذا بس بدك لغة ألمانية، بيصير بياكل لغة ألمانية وبيشرب لغة ألمانية وبينام على فراش من اللغة الألمانية. صحيح. المهم مثل ما قلت أستاذ محمد نستخدم تطوير الذات بشي اللي بيفيدنا بحياتنا. بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا سلمى، شكرا رشا، شكرا أستاذ. صباحكم ودائما نلتقي على خير إن شاء الله. يومك حلو. خلي لي.